شيء يخليك توقف إذا صرت على الطريق بسفر، حمام وعطش وسيارة عطلت وصلاة وحادث. ممكن إذا كنا ماشيين سيارتين أنتظر السيارة اللي وراي. لا تسوين قصة. طيب أوكي. طيب. حنا إن شاء الله نبي نروح وكل شيء مسافرين، بس نبي نوقف على الخط. إن شاء الله. وش نبي نوقف الجاي؟ وش اللي خلينا نوقف؟ ترى بعد الوقت. طيب. خمسة. أربعة. ثلاثة. ممكن. اثنين. واحد. بوم. هذا أول خطأ. غادة. تعبئة بنزين. تعبئة بنزين وقود. يا سلام. ها عبينا بنزين ودخلنا الحمام وكلنا والسيارة تعطلت وصلحناها، صلينا وجمعنا وقصرنا وشفنا حادث، مرينا وقفنا ورحنا والأمور طيبة، وش باقي؟ النوم، الراحة. 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 باقي واحد، سؤال واحد، جواب واحد وخطأين باقي لك. أعطيني هذه، هذه ما في شك كل يوقف لها. ماني بقال مثل الصلاة، بس هي يعني الناس غصب يوقفوا. وش بعد؟ مع إن الصلاة سمحة يعني ممكن ما توقف. تأخر الصلاة، هذا ما تقدر تأخر الوقفة. ما في أكثر من شرح كذا. أعطيني جواب. خمسة. أربعة. ثلاثة. اثنين. واحد. هذا الخطأ الثاني. تشاوروا يا بن جبل. أعطيني شو اللي يوقفك في الخط؟ اتوقع اغلبها مذكوره يعني. لا ما ذكرت هذا واحد، ما ذكر. وش لطيفه، قرب الاجابه شوي. هذا السؤال ايش رايك؟ احنا قلنا واحد بيستخدم دوره مياه، واحد بيعبي بنزين، واحد وقف مطعم ياكل شوي، سياره تعطلت وصلحها، ريح من الارهاق، شاف حادث، صلى، ايش بقي يوقفه؟ الأطفال، يمكن بكاء الطفل في السيارة. متأكدة؟ إن شاء الله. بكاء طفل؟ لا لا دقيقة. بعض الأطفال يقعد يصيح من يوم ما نبدأ نتحرك لين نوصل. صح. ولا نوقف. خمسة. أربعة. ثلاثة. اثنين. واحد. واو. ونروح لابن جبل. ايش رايك يا معاذ؟ اعتقد بالتموينات. تموينات. وانت؟ التفتيش. 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 قرارها عندك باذن الله. التفتيش. التفتيش باذن الله. متاكد من التفتيش؟ نقطة مرور اللي هي يعني نقطة المرور يعني الشرطة. الشرطة. الأمن. الأمن في أمن الطرق. الشرطة هو الأمن. التفتيش. 86 علامة. ما قلت لك كانوا يقفون كل الناس؟ وش بقي؟ باقي أقول لك صح؟